يا ترى ازاي نستمتع بحياتنا؟ ازاي نوقف افكارنا؟ كيف ممكن ننجح؟ ازاي نفكر بشكل ايجابي؟ كيف ممكن نسيطر على الغضب؟ نحول طاقتنا من طاقه سلبيه لطاقه ايجابيه. اشياء كثيره في الحياه بتؤدي الى المتعه. ازاي نستمتع بحياتنا في كل ضغوط الحياه اللي احنا بنعيش فيها يوميا؟ نحن هنقدم مجموعه حلقات هتاخدكم من الالم الى المتعه. اليوم هنتكلم عن قانون الجذب، وبالتحديد ازاي تجذبوا شريك الحياه. ازاي البنات اكثر شيء، لانه البنات بهم هذا الموضوع، ازاي تجذبي شريك الحياه. بدايه في شيء انا ما بعلمه بدوراتي هو قانون الجذب، ازاي تجذبي شريك الحياه، لانه في شيء اهم من قانون الجذب واقوى من قانون الجذب، راح يكون في حلقه ان شاء الله مقبله. بس اللي بيحب قانون الجذب وحابب يطبقه راح نتعلم كيف نطبقه على اكمل وجه. بدايه حتى تجذبي شريك الحياه لازم يكون عندك اولويات. أهم شيء بالأولويات دي إن تكون الأخلاق رقم واحد، يعني هي الروحانيات تبع الشخص. اوعى تختار الماديات في الأول، لأنه راح يجي الشخص بالماديات وممكن يطلع يعني الأشياء السلبية اللي عنده بشكل كبير جدا. ثاني شيء والمهم جدا، خذوا العواطف. إذا بداية الأخلاق أو الروحانيات وهي واحدة، بعدين العواطف، يعني البداية يكون كريم جميل بمعنى الجمال الحقيقي، بعدين رقم 2 محب، رقم 3 الماديات. إذا رقم 1 روحانيات، رقم 2 عواطف، رقم 3 ماديات. طويل عريض قصير اللي بدكم اياه بقى، المهم انه اكتبوا الشيء يتفاعل مع وجدانكم مش مجرد كتابة، وقروا كل يوم حسوا فيه، وان شاء الله يا رب كل انسان ينال نصيبه واكتر. وطبعا احنا عارفين، عايزين نعرف حاجة مهمة قوي، ان حياتنا هي عبارة عن افكارنا. قانون الجذب بنص ان انا كل حاجة في حياتي بتحصل لي هي عبارة عن افكار انا بفكر فيها. فالبنات اللي عايزين فعلا يجذبوا شريك حياة حقيقي، من النهاردة قص من القاموس بتاعك ان انا خلاص فاتني قطر الجواز، وانا عديت الثلاثين والعشرين والكلام اللي اتبرمجنا عليه برمجة سلبية ده، وان انا ما عنديش ثقة في نفسي ومين هيرضى بيا، وان انا ما عنديش الجراء ان اتكلم مع الشباب، وده كله انفرمت. هنعمل سوفت وير جديد لنفسنا ونقعد نتخيل، نقول لا انا استحق، انا كبني ادمه انا ملكه، استحق الشخص اللي يشوفني بالصوره اللي انا شايفه بيها نفسي. وابدا ان انا قبل ما انام زي ما استاذ بسام قال، كل يوم نحط اولوياتنا، وقبل ما ننام نستخدم سحر تمرين قبل النوم. العقل الباطن بيلقط قوي قبل النوم، واول ما نصحى من النوم على طول ازاي فعلا نبرمج عقلنا على الشخص اللي احنا بنتمناه، المواصفات اللي احنا عايزينها، وندعي ربنا من قلبنا ان شاء الله ربنا يجمعنا بيه، وفي اقرب وقت ان شاء الله تعيشي متعة جميلة. بس اهم حاجة تكوني انت الشخص اللي بتدوري عليه. اذا كنت تريدينه محمد كوني له عائشة. اذا كنت عايزة واحد صادق لازم انت كمان تتحلي بالصدق. عايزة واحد يكون عنده اخلاق كريمة لازم انت كمان تتحلي بالاخلاق، لان مش ممكن هتدوري على الحاجة هي اوريدي مش موجودة فيكي. الذبذبات مش هتلقط.